البيان تضمن الإجراءات الضرورية لضمان انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية. انطلاقة تجسد بداية التنفيذ الفعلي للتعهدات اللي قطعها رئيس الجمهورية على نفس الشعب الموريتاني، اللي تجعل مصلحة التلميذ هي الأولوية الأولى، الأولوية عندها الأولوية القصوى في العملية ذات معادلة كاملة في التربية، اللي تجعل من المعلم والاهتمام به وتثمين دوره الوسيلة الأساسية للوصول للهدف، واللي تجعل من الشراكة العميقة مع الفاعلين في مجال التهذيب كاملين، منظمات آباء التلاميذ، نقابات العمال اللي في القطاع والمجتمع المدني بمختلف أطيافه، شركاء ضروري التعامل معهم معول على مشاركتهم في إنجاح العملية التربوية. الافتتاح سيكون يوم 7 أكتوبر بإذن الله، مع هدف على يوم 7 أكتوبر يعود يوم التدريس لتفادي ضياع الوقت اللي يخلق دائما في تأخير بداية السنة الدراسية. اللي نعمل عليه لأن يعود يوم 7 أكتوبر إن شاء الله يوم التدريس. التعليم الثانوي سيتم افتتاحه بعدد تلاميذ مقدر 182276. التعليم الفني والمهني مقدر عدد تلاميذه ب 7054. الهدف اللي تبناه هذا البيان هو على أن يعود التغطية التربوية بأكبر شيء ممكن، تواجد الطواقم في أماكن العمل اليوم الأول من الدراسة، والعمل على إعادة المدرسة هيبتها وضبط النظام فيها إلى أن ترجع لها صورة المؤسسة المحترمة،